إلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي في كتابه الرسالة الجامعة وتذكرة النافعة إلى قوله: فصل في سنان الصلاة، وينبغي أن يأتي بسنان جميعها وهي كثيرة جدا، وينبغي الاعتناء بالإخلاص وهو الأمال لله تعالى وحده، وينبغي الحضور وهو أن يعلم ما يقول ويفعل، والخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور القلب، وتدبر القراءة وتفهمهما، فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الحضور، ويحرم الرياء بالصلاة وغيرها، وهو الأمال لأجل الناس. فصل في مبطلة الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن روح الصلاة لا الخشوع، وصلاة لا حضور فيها ولا خشوع هذه الصلاة الميتة، والحضور هو سكون الأعضاء مع استحضار كل ما يقوله ويفعله، والخشوع التدبر في كل ذلك من تسبيح أو دعاء أو تلاوة، تدبر ذلك يقال له خشوع. فإن لم يخشع في الصلاة فعليه أن يكلف نفسه الخشوع ولو في بعضها حتى يسهل عليه الأمر، فيكون بعد ذلك الخشوع له عادة وسجية في الصلاة. متى ذلك؟ إذا استحضر عظمة بين يدي من يقوم. مثل الإمام الغزالي الذي يصلي بلا خشوع مثاله الذي يهدي للملك جارية ميتة، فهل يتعرض لثواب الملك أو لعقاب الملك؟ أنت جيت الآن تعطي الملك جارية ميتة أو شاة ميتة، تقول هذه هدية لك أيها الملك، أنت يقول الملك إيش بيقول لك الملك؟ بيعطيك جائزة؟ بيشكرك؟ أو تتعرض لعقابه لأنك استهنت به؟ هكذا مثل الإمام الغزالي. نعم، الخشوع لا بد من الصلاة بالخشوع، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها، لا يكتب للمرء من صلاته سدوسها ولا تسوعها ولا عشرها ولا نصفها ولا ثلثها ولا أرباعها، ولكن ما عقل فيها. على قدر حضور القلب تكون نسبة له، نسبة الصلاة المكتوبة لك، وإلا فإن تهاون فيها وفي خشوعها في حضورها في هيئتها في سننها في شرطها تلف كما تلف الثوب الخلق، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والذي يؤديها بحضور وخشوع وآداب وسنن وشروطها وأركانها تقول الصلاة حفظك الله كما حفظتني، وهي كلها دقائق الإنسان، لكن الشيطان هذه الدقائق ما يخليها تصفو للإنسان، لا بد يشغل قلبه بالسوى، أي سوى الله سبحانه وتعالى، إما بمال أو بعمل أو نحو ذلك، يذكره أشياء وإن كانت غير مهمة يذكره إياها في الصلاة حتى يسلب عليه الخشوع والحضور. نعم،
فكل صلاة لا حضور فيها ولا خشوع فهي للعقوبة أسرع، نسأل الله والسلام. نعم. وكل عبادة من صلاة أو غيرها لابد يكون تكون هذه مخلصة لوجه الله الكريم، فإلا فإن الله لا يرتفع إلى المولى إلا العمل الخالص المخلص لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فالإخلاص سبب قبول الأعمال، فكل عمل بلا نية بلا نية هباء، وكل عمل ونية بلا إخلاص هباء. والعمل الصالح يرفعه ما كان مخلصا لوجه الله الكريم، أما إذا قصد به ثناء أو محمدة عند الناس أو عرض من أعراض الدنيا ما يقول المولى أنا أغنى الشريكين. على فالإخلاص هو التقرب إلى الله بالعبادة المحضة، التقرب المحض بالعمل الصالح سواء من قول أو فعل أو نية، كل ذلك ابتغاء مرض الله محض لله، لا شائبة تشوبه من محبة محمد أو ثناء أو جاه أو سمعة أو رياء أو غير ذلك، بل مخلص لوجه الله الكريم، العمل لله وحده ذلك هو الإخلاص من غير أي قصد يصاحبه من حظوظ النفس أو الهوى. هذا هو الإخلاص، هذا هو الذي يعبد بهذا الوجه، هذا الذي يدرك ثمرة العمل. نعم. فيجعل أعمالك كلها مخلصة لله سبحانه وتعالى، واجعل قلبك حاضر مع الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت الصلاة خذل كل الخواطر وكل ما يشوش ذهنك أو خاطرك اعزله عنك. فهذا قال العلماء إذا عندك شيء رسالة افتحها، إذا عندك جوال أغلقه حتى لا يشوش عليك في ابتداء صلاتك وأنت تفكر في ذلك البنكس، أو في أثناء صلاتك إذا جاءتك رسالة أو اتصال فحين يخطر 100 خاطر من هذا الاتصال، من هذه الرسالة، تترك خواطر. وهذا هو مجرد الشيطان، أنك تتفكر في غير الله في عبادة الله حتى تحجب عن الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون أبعد ما يكون عملك عن القبول. فالحضور أن تعلم ما تقوله، سكون الجوارح مع سكون الأعضاء، ومع أنك تعلم ما تقوله تفعل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد يصلي ويعبث بلحيته، فقال صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، عندما يعبث ويتفرج وكذا كذا علامة أن قلبه ما هو مع الله، ما هو قلبه ما هو في الصلاة، في مكان ثاني. وكم من إنسان يدخل الصلاة وفكره في يرتب البرنامج حقه، إما حق الذي بعد الصلاة واللي برنامج حق بكرة حتى يذكره إياه الشيطان. فلو ضاع عليك شيء وبحثت عنه لم تجده، ما بتذكره إلا في الصلاة، من بيذكرك إياه الشيطان حتى يشغلك بغير ما أنت فيه من الصلاة، حتى إذا لم يستطع أن يذهب عنك أجر الصلاة يذهب عنك معظم أجرها، حتى تخرج من الصلاة بلا صلاة، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل فيها، أي ما حضر قلبه فيها، أي ما حضر وخشع قلبه فيها. وإن الرجل لينصرف وما كتب له عشر صلاة، يعني واحد من عشرة، عشر واحد من عشرة ما يكتب على عشر، هذا عشر صلاة ولا تسعها، تسعها، أي تسعها،
واحد من تسعة. ولا ثمنها ولا أسبوعها ولا أسبوعها ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلثة ولا نصفها إلا ما عقل فيها. وهذا خرج بعشر صلاة، هذا خرج بربع صلاة، هذا خرج بثلث صلاة، هذا خرج من صلاة بنصف صلاة، لأنه نصها حاضر ونصها غائب عن الحضور. لكن العبد يحاول أن لا يكون تحت النصف في الخشوع، أقل حاجة فوق النصف يحضر بقلبك، لأن الذي لا قلبه لا يحضر أبدا في الصلاة من أولها إلى آخرها. في من العلماء من يقول أن صلاته باطلة، أنا عليه القضاء. بعض العلماء جعل الخشوع فيها في جزء منها شرط لصحة الصلاة، بعض العلماء. ويعني هذا أنه إذا لم يحضر من شيء من أولها إلى آخرها يقوم يصلي مرة أخرى. قد يأتي خواطر ولا شيء، لكن يردها. إبليس يرميك بالسهام لها، بالسهام يرميك بالسهام. العاقل يرد هذه الخواطر، لا تتبعها، لا تتبع الخواطر. الخشوع حضور وزيادة. تقول تعلم ما تقول وما تفعل، وتسكون الأعضاء مع حضور القلب. غلط، لا يفكر في شيء، لا يشغل بالخواطر ولا بالوساوس، مع حضور القلب. فإذا الخشوع حضور وزيادة. وما يجلب لك الخشوع ويبعد عنك الوساوس، تقرأ أقول أعوذ رب الناس قبل الصلاة. نعم، والحين ما تكبر تكبيرة الإحرام، صلي أربعة عموما أو إماما لله تعالى، الله أكبر، وتنظر إلى محل سجودك من حين ما تكبر الله أكبر، ونظرك محدد محمد، حتى النظر يتقوى لما تحدد محل واحد تنظر إليه. قال أطباء العيون أن النظر يتقوى، وقد دلنا على ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسنبب لنا أن ننظر إلى محل السجود في القيام، في الركوع، في الاعتدال، في الجلوس، ننظر محل السجود. إلا عند استشهاد شهادة إلا إله إلا الله، عند تقول إلا الله يتحول نظر موضع السجود إلى هذه السبابة، انظر إلى هذه السبابة، الله أشهد أن لا إله إلا الله، وتبقى هكذا مرتفعا حتى إلى السلام، إلى أن تسلم من الصلاة. يكون من حين تكبيرة الله أكبر إلى السلام وقلبك حاضر. وصلي كما قال إمام العداد، قال وصلي بقلب حاضر غير غافل، ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفن. فإنك إذا استحضرت أن هذه آخر صلاة لك، كيف بتكون لك بعدها؟ الموت بعدها، جبريل بيأخذك بعدها، عزرائيل بيقبض روحك، كيف بتكون صلاتك؟ هذا قيل بعض الصالحين، كيف نحن نتكلم ما قدرنا نخشع في الصلاة؟ كيف؟ قال أقدر أني على الصراط، وأن ملك الموت خلفي، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى صلاتي. أنا كيف هذا؟ كان هذا حاله، كيف ما بيحضر قلبه؟ كيف ما بيخشع قلبه لله سبحانه وتعالى؟ صلي الله تعالى، الله أكبر، الله أكبر، استقبل يا قلب، استقبل منشورة الأصابع مفرقة تفريقا وسطا، الله أكبر، الله أكبر، ثم تردها يدك إلى تحت الصدر وفوق السرة إلى اليسار قليلا، وتمسك بكفك اليمنى كوع
يدك اليسرى هكذا، ليس هكذا ولا هكذا. مالهم؟ قليل اليسار قليل. هكذا السنة. فإذا قرأت شيء من القرآن تتفهم معاني، تتأمل المعاني للقرآن، تتدبر التسبيح، تتأمل معنى التكبير ولو بالإجمال ولو بالمعنى المجمل تتفهم. كل ذكر يمر عليك لما تتدبر وتتفهم هذا من الخشوع. نعم، فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الخضوع والخشوع، على قدر خضوعك على قدر خشوعك كما يتقبل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاة للإنسان من صلاة إلا ما عقل فيها، أي ما خشع وحضر قلبه فيها. نعم. كذلك إذا قرأت القرآن في الصلاة سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا لابد ترتلها وتعلم هذه القراءة، فهذا أو لهذا قال ولهذا الدرجات تتفاوت، أي الصلاة في جماعة 27 درجة وفي رواية 25 درجة ولا. كلما زاد في حضوره في خشوعه كلما توسعت تلك الدرجات له عند الله سبحانه وتعالى. فإن الأذكار كثيرة في الصلاة، أذكار للركوع، أذكار للسجود، أما التلاوة لا تكون إلا في القيام، وقية الأركان ما فيها تلاوة، لكن لها أذكار ركوع والاعتدال والسجود والجلوس، هناك أذكار مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائد، ليه؟ لأنه وضع أشرف الأعضاء وهي الجبهة في الأرض تذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عند كل قلب منكسر له، ولهذا في الحديث يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فوضع جبهته لله انكسارا وخضوعا وتذللا له. نعم، ولهذا ينبغي أن يستحضر قلبه عند السجود بذلك التذلل والانكسار والخضوع، ويطيل السجود على الركوع. نعم. 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 وسنة تطويل قراءة الركعة الأولى على الركعة الثانية. تطويل الركعة الأولى على الثانية. هذا على عمل السلف. يقرؤون قراءة مالك يوم الدين في الركعة الأولى. وملك يوم الدين في الركعة الثانية. قراءتان سبعيتان. مالكي وملكي. عرفت؟ قراءتان سبعيتان. نعم. فعلى عمل السلف يقرأ مالكي في الركعة الأولى وملكي في الركعة الثانية. نعم. يحاول أن يعمل بالسنن أو بأغلبها، لأن سنن الصلاة كثيرة، أما الشروط والأركان هذا لابد أن يأتي بها، والأبعاض كذلك لأنها توقع خلل في الصلاة وتجبر بسجود السهو. لا، السنن والهيئات الأخرى يعتني بها، كلما علم بسنة تعلم سنة يحرص على العمل بها حتى يكون من الذين يعملون بالعلم لا من الذين يعلمون ولا يعملون. وسنة أن يكون للمصلي شاخص قدامه، إما من جدار
أو عمود أو متاع أو غير ذلك. إذا كان متاع لا بد يكون قدر ثلثي ذراع فأكثر لا أقل، فإن دونه أدل من ثلثي ذراع لا يتأتبه الساتر ولا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. هذا الجدار سترتك، لو بعدت عنه أكثر من ثلاثة أذرع ما يكون سترة لك. قلم نعم. وذكر عندكم هنا في بشير الكريم درجات السترة، جدار والعمود قلم ثم متاع ثم المصلى سجادة ثم إلى المسجد خطا خطا هكذا وهمي هكذا بصبعي هكذا. ألو هكذا أطلع. أو هكذا لكن طولا هكذا أو لا أو بالقلم له بصبعي كذا. نعم ألو. ولذا كانوا في الشركين قال هكذا طولا قال لا عرضا هكذا، وبعضهم قال طول لنا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن سترة عنده عصا يغرسها ويصلي إليها، ثم إذا خرج بالصحراء غرس عصا وصلى كان شاخصا. إذا ما عنده شيء هناك لا عمود ولا سترة بسط البساط هذا السجادة أو الرداء هذا يقوم مقامها. نعم نعم. والخلاف بين الشيخ بن حجر والرملي في مسألة الساتر هل يكون عن يمينه أو عن يساره؟ خلاف. نعم الشيخ بن حجر قال لا عن يمينه، الشيخ الشرقي قال لا عن يساره، لأن الشيطان يأتي من جهة اليسار، والمهم لا قبالته هكذا ما يقابله، إما عن يمينه أو عن يساره الشخص الذي تصلي إليه من عمود أو غيره أو متاع. نعم نعم. حينئذ إذا اجتمعت شروط السترة فإن كان قدر ثلثي ذراع ولم يبعد عن أكثر من ثلاثة أذرع إذا جلس أنا إذا أجرد حد يمر بينه وبين سترتي يدفعه هلا. وحينئذ يحرم المرور بين يديه إذا عنده ساتر، ما هو بلا ساتر ولا سترة ما يحرم المرور. قال الله صلى الله عليه وسلم ما كاف أحدكم 40 خير من يدي المصلي 40 سنة، وفي رواية 100 هذا يعني يمكث قيم هكذا ولا بيمر بين يدي المصلي لما في ذلك من الإثم والوزر. لكن إذا كان مستجمعا للشروط كما قلنا أعرف نعم يم فإذا أبدا على هذا قال إذا أبى إلا أن يمر دفعه، فلو قاتله وتضار معه قال إنه شيطان مثل الصائل هذا. لكن تهاون الناس اليوم في المرور بين يدي المصلين ما يدرون من في ذلك من الإثم العظيم، خصوصا لمن له سترة معتبرة. نعم عمل السجادة والجدار موجود أو العمود موجود ما لابد على الترتيب، جدار أو عمود في رتبة واحدة أو متاع، فلا يكفي المتاع مع وجود العمود أو الجدار، ثم السجادة أو الرداء ثم الخط ثم الخط على هذا الترتيب. فإذا خالف الترتيب هذا ليس له شخص معتبر فلا يحرم المرور لكن يكره، وحيث اجتمعت شروط السترة يحرم المرور بين يدي المصلي. نعم. فإذا صلى في جماعة وسهى الإمام، كان ترك التشهد الأول أو قام إلى ركعة خامسة في رباعية، إن كان رجل يقول سبحان الله
بقصد الذكر، لا بقصد التنبيه، ان قصد التنبيه فقط بطلت صلاته. او قصد الذكر فقط لم تبطل صلاته، او شرك لم تبطل صلاته. ايه شرك؟ يعني قصد الذكر والتنبيه. اما اذا قصد التنبيه بس بطلت صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يسبح والمراه تصفق او تصفح هكذا بضربها هكذا من غير ثلاث متواليات هكذا. المراه ما تقول سبحان الله المراه هكذا. سمعته؟ المرأة تصفح صح؟ ها؟ هي قم وتوضا ولا شيء. ما اجلس تصحيها للنوم انا. اجلس درس. ولا دقيقة بنبه من نومه. نعم. هكذا، ليس هكذا. هذا التصفيق المكروه. لا هكذا التصفيق. هكذا. وإذا قالت كذا لا يضر، لكن خلاف الأولى. إلا إذا قصد التلاعب تبطل الصلاة. احنا قلنا أي حركة بقصد اللعب تبطل الصلاة ولو حركة خفيفة. هذا الضربة هكذا بغير ثلاث متواليات. ولو عكس قال الرجل هكذا خلاف السنة، الصلاة صحيحة. أوقات المرأة سبحان الله خلاف السنة والصلاة صحيحة. هكذا السنة. هلا يعني يحاول الإنسان أنه يعمل بالسنن ويتجنب المكروهات. تجنب المكروهات، فإن ترك المكروه امتثالا لأمر الشارع يثاب عليه العبد. للصلاة كما لها أركان، لها شروط، لها سنن، كذلك لها مكروهات ينبغي لك، ولها مبطلات يجب عليك تجنبها، ولها مكروهات ينبغي لك أن تتجنبها. هلو بتصلي وأنت مكبول مكروه، وأصلي بعد بدخل الحمام مكروه. هذا قم دخل أول خلص نفسك من الأذى ثم تعال صل. فيكره هو مدافع الخبث ببول أو غائط أو غير ذلك. مكروه. يصلي رأسه مكشوف مكروه. تصلي ورأسك مكشوف. يتهاون كثير اليوم من الناس، بل طلبة علم يصلي ورأسه مكشوف. بعد ما يصلي يلبس الكفر. على عدم فرصة هذا. أو يصلي وهكذا يتوضأ وهكذا هكذا مشمر هكذا ويصلي بعد الصلاة وكذا. الصلاة هكذا مكروه وأنت مشمر هكذا مكروه. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يكف شعرا ولا ثوبا. التشمير في الصلاة هذا مكروه. كذلك يقرر رفع البصر إلى السماء، السماء كل ما على أو إلى الساق هكذا. النبي محمد نهى عن ذلك، قال لا تنتهن أو لا تخطفن أبصاركم. خطر. يضعف البصر والبصيرة ما تنظر إلى السماء. يصلي وينظر كذا. الله ما هو في السماء ولا هو في الأرض. من اعتقد أن الله في الأرض فقد كفر، ومن اعتقد أن الله في السماء فقد فسق. الله لا يحيط به مكان. إيش تنظر له فوق يعني؟ في الصلاة تنظر محل سجودك، النقطة التي بتسجد عليها بس. فالنظر إلى الأعلى إلى السقف أو إلى السماء كل ما على مكروه. كذلك يكره الاطباع بالرداء كما في الحج. هناك الطباع صح هكذا، الاطباع هكذا. هذا في الحج سنة هناك رداء أهل الشطارة، لكن في الصلاة مكروه. حتى في ركعتي الطواف إذا أردت أن تصلي ركعتي الطواف تغير الرداء هكذا، إلا في الطواف فقط تشيل هكذا وترمي الرداء هكذا تكشف. هذا يسمى الطباع. في الصلاة مكروه. وهكذا بيكف كف الشعر والثوب مكروه. مكروه. في صلاته لا يكف شعرا ولا ثوبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك بيصلي وهو ملثم
بالمسكر هكذا او ملثم بالرداء هكذا مكروه، او يطرح يده على يده هكذا مكروه، الا اذا تذاب، اذا تذاب لا باس، او يطرح يده هكذا في الصلاه او هكذا، هذا مكروه حتى في غير الصلاه، لان هذه هيئه ابليس الخسيس، خرج من طرده الله وخرج مختصرا هكذا. التخصر في الصلاه مكروه، عبر عنه الفقهاء في كتبهم التخصر، مكروه التخصر في الصلاه هكذا. عرف؟ نعم، اذا تثاب الصلاه ياها يشن، انا يطرح يده هكذا ولا يفتح فمه هكذا، يحاول التثاب ان يرده في الصلاه، اذا جاءك التثاب ترده، لان التثاب من الشيطان والعطاس من الرحمة. ها؟ يسن وضع اليد في الصلاة وفي غيرها. ولا تفتح فمك قدام الناس هكذا، فإن حتى منظرك مزعج يكون. وإذا حضر الطعام فقدموا العشاء على العشاء، كن حاضر بحيث لو صلى بيفكر في الصلاة في الأكل. والطعام حاضر، ما وعد ولا بيجهزونه، لا له حاضر لا بأس. ليه؟ لأن أبغاك تخشع في الصلاة، بتصلي وأنت تفكر في الطعام، أو بتستعجل في الصلاة من شأن الطعام. ها؟ لا خلص طعامك هو، بعدين قم صلي وأنت فارغ القلب. هذا يفطر بالتمرة ويفكر الآن الأولاد بيخلصون الطعام عليه، هو في الصلاة. يفكر في الطعام الآن، لأن أنا أصلي الأولاد بيخلصون السمبوسة، بيخلصون الباقية، فيخلصون اللحم، ويفكر بعضهم يشوفه كذا والسلام، يقول لهم كذا تريضوا خلنا نصلي الصلاه، هذا يشغل قلبك عن السلام. اذا كان حيث لو ما اكلته يشغل قلبك يشتغل به، قدمه على الصلاه، الا ان ضاق الوقت. هذا ان ضاق الوقت وايبه تصلي على اي كيفيه، ليه؟ لانه بيخرج الوقت. وهكذا تكره الصلاة في كل مكان مستقذر، أي محلا للقذار وإن كان هو طاهرا، بل هذا الحمام تكره الصلاة فيه، حتى لو جديد، حتى لو نظفته وطهرته مكروه الصلاة، لأنه محل مستقذر، محل كشف العورات، محل هذا، كل هذا أماكن مستقذرة حسية أو معنوية، حسا كما هذا محل الزبالة، محل القمام، محل الذبح، أو معنوي كما كان الغش، مكان الظلم، المحاكم التي يظلم فيها الناس تكره الصلاة فيها، أقسام البوليس التي يظلم فيها الناس تكره الصلاة فيها، أماكن الغش أو الربا كمحلات الربا، أو يغش فيها كمحلات الذهب، عرفت؟ فيها غش تكره الصلاة فيها، أنها مستقذرة معنوية، غرم وهكذا. تكره الصلاة في الطريق، لأن الناس بيمرون أمامك، ولو لست في الطريق أو أمام النافذة تشرف على الطريق تشوف الناس من أمامك هكذا، مكروه الصلاة، أنا بتشغل قلبك عن الصلاة، غرم وهكذا. وكل مساحة حتى في المقبرة، مقبرة لأنها مختلطة بصديد الموتى، والمزبلة محل الزبالة ومحل القمامة ومحل، والمجزرة محل الذبح، والعطن محل ما تأوي إليه البل بعد شربها، وهكذا كل مكان مستقدر أو مظنة القذارة الحسية والمعنوية تكره الصلاة فيها. فلهذا الصلاة في الكنيسة حق النصارى تصح مع الكراهة، مكروه. في البيعة، البيعة حق اليهود، بيعة البيع هذه التي معابد اليهود، والكنائس معابد النصارى، مكروه الصلاة فيها. نعم. فإذا حضره البصاق لا يبصق أمامه، مكروه البصاق عن أمامك حتى في خارج الصلاة. لا مكروه. ألا في يسارك بمنديلك، ولا على اليمين كذلك مكروه، تبصق عن يمينك
في الصلاة وفي خارجها، حتى في خارج الصلاة لا تبصق أمامك ولا عن يمينك بل عن يسارك. نعم. فإذا أردت أن تبصق أن تبصق تعطي قدمك اليسرى. ولا إذا كان فيها في غير مسجد أو فرش وإلا فمنديل هكذا من جهة اليسرى تطأطئ رأسك وتبصق تحت على جهة اليسار، فلا تبصق حتى في خارج الصلاة لا عن اليمين ولا أمامك، وذاك مكروه. يا لا تبصق عن جهة اليسار. نعم. وكلما عملت بشيء من سنن الصلاة زاد أجرك في الصلاة، وكلما تجنبت مكروها من مكروهات الصلاة زادت لك حسنات ودرجات. فهذا تتفاوت صلاة المصلين، هذا صلى وهذا صلى، هذا صلى مع أركان وشروط وسنن، وهذا صلى بالأركان والشروط يتفاوت، هذا صلى هذا صلى، هذا أدى الفرض وهذا أدى الفرض، لكن هذا له أجر حسنات أكثر وله درجات أعلى من الأول. نعم. أهم شيء أنك تقصد بعملك الله، لأن الرياء حرام، ويحرم الرياء بالصلاة سواء في الفريضة أو في النافلة، ويحرم الرياء بأي طاعة أو قربة لله سبحانه وتعالى، صلاة وغيرها، صوم، صدقة، حج، ذكر، أي قربة تتقرب بها اجعلها لله لا تراي أحد. فالعمل لأجل الناس شرك قال الفضيل، وترك العمل لأجل الناس رياء قال سيدنا الفضيل بن عياض. أعلم. تطلب العلم لله لا تقصد بذلك المباهة، ولا طلب محبدة عند الناس ولا رفعة عند الناس. وما هو الرياء؟ درجات أخبثه، أخبث الرياء هو العمل لأجل الناس، العمل لأجل الناس، لولا الناس ما بيعمل، ما حد يشوف أنا ما بأزكي. هذا الرياء. هذا كما هو شأن بعض الطلبة، إذا عنده الأستاذ موجود قام وصلى وقرا الأوراد واستقام على الهدوء، إذا ما حد استاذ ما شيء تحضير خلاص لا قرا ورد ولا صلى نافلة ولا شيء، هذا من الرياء، هذا من الرياء. لأنك أنت تعبد ليش؟ لله. تقرأ الورد لمن؟ لله. ولا تقرأ للأستاذ؟ ها؟ هذا لله، ما أصلي لأحد ولا أعبد، لا أعبد لله. هذا أستاذ لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فكيف بيملك لك أنت نفع وضر؟ العمل لله وحده هذا الإخلاص، والعمل لأجل الناس هذا يسمى الرياء. قلم. نعم. هذا يقول الإمام الغزالي قلم، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الباعث له للعمل من صلاة أو صدقة أو صوم أو غير ذلك أو طلب علم، مجرد الرياء، طلب محمد أو ثناء عند الناس، ما حملك على ذلك الفعل إلا قصد الرياء، حتى يقول الناس لي كذا أو يحمل يا الناس كذا، كما هو حال اليوم كثير من يرشح نفسه للانتخابات ثم يحضر المولد، يحضر الحول، يحضر المجلس العلم من أجل إيش؟ قصده رياء كذا، مشان يثنون عليه الناس فينتخبونه في الانتخابات القادمة، هذا خسر الدنيا وخسر الآخرة. فمن كان قصده ذلك لولا الناس لما صلى، ليس له قصد إلا ذلك، هكذا قصده، فلو صلى صلاته حرام ولا تنعقد، وكذلك أي عبادة تحرم عليه ولا تنعقد. ليه؟ لأنه ما فيها كلها لأجل الناس، لولا الناس لما صلى، لولا الناس لما تصدق. هذا أخبث الأنواع، وهذا هو المقصود
بالشرك الخفي، هذا هو المسلم، ها، وهذا هو النفاق. ايه النفاق؟ له وجهنا ووجهنا، والعياذ بالله. يعني يقصد ذلك ان انتهض للعباده لاجل ذلك، هلا هذا الشرك، والعياذ بالله، الشرك الخفي. وادنى منه انا اصلي لله واقرا لله واطلب العلم لله، هلا. لكن يخطر في بالي في اثناء العباده، أنا ما قمت للعبادة هذه لأجل الناس، لا، لله مخلص. لكن قد في أثناء العبادة، في أثناء يجي خاطر، يرميك إبليس بخاطر من خواطري، والعياذ بالله. فإذا رددت ذلك الخاطر بسرعة واستغفرت الله سبحانه وتعالى وندمت على ذلك، لم يحبط العمل وتحصل الأجر التام إذا أنت ندمت على ذلك الخاطر. نعم، نعم. أما إذا أنت تتبعت هذا الخاطر وحتى انتهيت من العبادة وعندك هذا الخاطر الذي رماك به بإبليس في أثناء العبادة، فإنك يحبط عملك، يحبط الرياء، يحبط العمل، يعني الأجر ينزل. والنوع الثالث وهو أخف الأنواع من الرياء، أنك تصلي لله ولا يخطر في بالك في أثناء، لكن بعد ما تفرغ من العبادة بعد ما بدأت فيها الإخلاص وصليت في الإخلاص ثم سلمت وأنت مخلص، لكن بعد ما خلص من العبادة صار عندك رغبة تقول لنا الله نحن البارح تعبانين، بيتنا في المسجد نحيي ليلة لحني الليل في الصلاة والقيام، تظهر للناس. وليش؟ ايش بيقول لك الناس؟ هو ما شاء الله، ما شاء الله عباد انتم، ها؟ كان السلف الصالح يستخفون من اعمالهم الصالحة كما نستخفي نحن اليوم من معاصينا. فهو قام مخلص لله وصلى لله، لكن شاف أراد يظهر مناقبه رضي الله تعالى عنه ويفتخر عندنا، والله نحن البارح تعبانين، شفنا نحن نعسانين في الدرس لأن نحن البارح ما نمنا، بيتنا قيام في صلاة وتلاوة ودعاء، ما شاء الله أحيينا ليلة عرفة، أحيينا ليلة عاشورة. هذا رياء، هذا نوع من أنواع الرياء. ليه؟ رغبة إظهار العمل. ليش تظهر العمل أنت؟ طلب محمد عند الناس، طلب ثناء عند الناس، هذا من أنواع الرياء، لكن دون الأول والثاني. أنت قمت مخلص لله ومن أول العمل إلى آخر العمل ما طرى عليك رياء أبدا، لكن بعد الفراغ أحببت أن تظهر للناس، تتحدث للناس. قال سيدنا أبو حنيفة هم سمع أحد يقرأ القرآن صوت جميل، قال ما أجمل هذا الصوت، ثم قال هو إنني صائم، قال ما سألتك أنك صائم ولا لا، لقد أحبطت عمليك أجر القراءة وأجر فلم. وقد كان يقرأ سورة طه في آخر الليل، فمر العسس الحراسة، الحراسة حق الشرطة، فلما رأى السراج حقهم وسمعها رفع صوته بآية من سورة طه، ثم أخذته سنه نام، فرأى الملائكة تكتب حسناته التي قرأها من القرآن وسورة طه، فرأى هذه الآية ما كتب لها ثواب، ليش ما تبقى؟ قال إنما رفعت صوتك لأجل يعلم بك العسس، الحرس، بغيت الحرس يسمعونك انك تقرا قران، وهذا البيت في واحد يقوم الليل، هذا البيت في واحد يقوم اخر الليل ويتعبد الله بتلاوه القران،
ما يكفي بعلم الله، ما يكتفي، بل بغاه. العباد يعرفون بعبادته لله. تحبطت العمل، تعبت وقمت وصليت وصمت، في الأخير لا شيء. إيش استفد؟ إيش عملوا لك الناس؟ إيش بيعطونك؟ حتى لو سكبوا لك المال سكب، ها؟ ما بينفعونك بشيء، لا دنيا ولا دين، لا يملكون لك شيء. أخلص العمل لله، هو يعطيك كل شيء، الدنيا والدين والآخرة، كله يعطيك إياه. تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. فمن كان شأنه ذلك كذلك وقع في الرياء، وعمل لله لكن صار يخبر الناس البارح قمنا، البارح صمنا، البارح قرأنا كذا كذا كذا، ها؟ يخبر الناس ويطلب محمد عند الناس، هذا يطلب ثناء عند الناس بالعبادة أو بطلب العلم أو غير ذلك من القربات لله سبحانه وتعالى. هذا أمره على خطر، على خطر. إن تداركته العناية وتاب عن تلك الأشياء ورجع إلى الله، عرف وندم، ليش يا أخي، ليش أنا أتكلم، أنا ليش أقول للناس كذا، ليه أنا عملي لله، ندمت، ندمت عن ذلك، يرجع لك الثواب والأجر، ما يحبط لك عليك العمل، لأن أنا استغفرت الله وتبت إلى الله، وإلا ما استغفرت ولا تبت، فإنه يحبط الأجر ويقع عليك الإثم، ما هو الأجر فقط يحبط، والإثم كذلك، فالرياء يوقع عليك الإثم ويحبط عليك الأجر الذي اكتسبته، أنت طول الليل تجمع حسنات، وبعدين ترميها في البحر، طول الليل يغزل يغزل يغزل، كما قالت كمثل الذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، طول الليل تغزل ثم بعد صلاة الفجر تفك هذا، العمل كله راح، كالذي يجمع المال ثم بعد ذلك يحرقه، تعبت نفسك ليش؟ إيش الفائدة؟ نعم. فاجعل نيتك لله سبحانه وتعالى في ظاهرك وفي باطنك، ولا تعمل إلا لله حتى تحوز الثواب كاملا في الآخرة. نعم. لا تطير هذه ولا تطير. نعم. واختلف العلماء هل الرياء يحبط العمل او لا، او كان عندي خواطر كذا في يعني يعني قصد العباده لله لبن بس ناقص في مراقبه الناس كذلك، في ما هو رياء، لكن أحب الثناء يعني عند الناس كذا، أحب كذا أحب كذا، عرف نقول له إيش الباعث لك؟ قال الإمام الغزالي شوف إيش الباعث، إذا كان الباعث كل لأي الناس هذا لا أجر له ويأثم، وإذا كان ألا يعني نص نص يحصل الثواب نص، وهكذا على قدر الباعث يثاب. وقال بعض العلماء لا يثاب اصلا، والاول هو الارجح. نعم. وهكذا ينبغي ان يراقب الانسان حركاته، حضاراته، اقواله، يجعلها كلها خالصه مخلصة لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. أما أنت تريد صلاة بس ما عليك قضاء، نعم، لكن أنت تريد ليس صلاة ليس عليك فيها القضاء، تريد صلاة تامة أجر فيها تام. نعم.
فله مثال، خرج يصلي في المسجد لأنه يعرف أن فيه طعام اليوم بعد الصلاة، مقصود للطعام أو مقصود الصلاة والطعام، نص نص على قدر الباعث الذي خرجت له، على قدر الباعث أو حد يقسم، يتفاوتون في ذلك في حضور مجالس الذكر، مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يتفاوتون. فلهذا لو قال إنسان قال له يا أخ شخص صلي بعطيك دينار، صلى، هل يستحق الدينار؟ لا، لأن ثواب الصلاة لك ما هو لصاحب الدينار، فلا تستحق الدينار. فلن. نعم، وهكذا. هذا المسألة بسطها الإمام الغزالي، مسألة الإخلاص، مسألة الرياء بالمنجيات والرياء بالمهلكات، بسطها الإمام الغزالي في الإحياء بسطا تاما. فمن أراد التوسع في ذلك فليطالع إحياء علوم الدين. ألم؟ نعم، فألم. فأنت تصلي لأن الله وتعبد الله لأن الله أهلا لأن يعبد فلا يطاع. الثواب يحصل لك والعقاب يرفع عنك، لكن لا تصلي لطلبان الثواب ولا العقاب، لكن لا إله، الثواب تعطاه بل ويضاعه لأنك قصدت مولاك بالعبادة، ويصرف عنك العقاب لأنك أخلصت لله العبادة. مع هذا لا ينبغي لك أن تقصد ذلك، تنبغي أن تقصده، أن تقصد الله سبحانه وتعالى لأنه أهلا لأن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى. ألا نعم، فخلص النية لله واصدق مع الله، يسخر الله لك أمر الدنيا والدين، ويقيد لك الأسباب في إصلاح الدين، وتسلم لك الآخرة، فتكون في يوم القيامة مع سيد المخلصين محمد الرؤوف الرحيم. أما إذا عمل عمل ما حضر المراءة للناس فذلك آثم هرب وعمله محبط، فإن تاب وندم سقط عنه الإثم، لكن قد العمل الذي عملته خلاص ما عاد يرجع لك الثواب فيه. ليه؟ لأنك عملته غير مخلص لله. فلا بد تتوب، إذا خطر لك خاطر رياء فقط استغفر الله استغفر الله، بينك وبين الله ما هو قدامنا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما هو بعض الناس استغفر الله شاف حاجة مرة استغفر الله شوفه مرة مكشفة بعدين في الجوال هو ينظر فيها، عجيب كيف هذا؟ استغفر الله استغفر الله، هذا الرياء بعينه، هذا النفاق بعينه، ألا نغالط أنفسنا، لكن ما بنقدر نغالط ربي، نعم بكذب على هذا بغالط هذا بأخدع هذا، لكن ربي ما بقدر أخدعه أبدا. الله يسترنا بستره الجميل، الله يسترنا بستره الجميل، ويتوب علينا ويجعل أعمالنا كلها مخلصة لوجه الله الكريم ومقربة إلى جنات النعيم، يصلحنا ويصلح ويجعلنا في الصالحين ومع الصالحين، ويحفظنا وياك كل خلق ذميم بجاه محمد الرؤوف الرحيم. سر الفاتحة وإلى حضرة الدخول. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذينا من أول أول أحمد ونحبين الحاضر والنظر السلام ورحمة من عندك طولي مع مسلم، وصلى الله على سيدنا الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.